طيب، هذا لقاء طيب ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقديم الطبعة الثانية من كتابي حول مساري المهني الذي يتعلق بممارستي لمهنة المحاماة 3 سنوات، وممارستي لمهمة نقيب هيئة المحامين بالرباط، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالنيابة، وأمين عام لاتحاد المحامين العرب مكلف بشؤون المغرب العربي، ثم كعضو في المجلس الدستوري لمدة 9 سنوات، وأيضا كرجل إعلام. يعني هو مسار امتد على سنوات وسنوات. رصدت عديد من محطاتي في هذا الكتاب، نفذت الطبعة الأولى، الآن أصدرت الطبعة الثانية فيها بعض الإضافات التي استجدت بعد سنة 2020. إلى الآن أنا ممنون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتنظيم هذا اللقاء، وأنا أعتبر هذه المؤسسة قضيت فيها ما يزيد على 12 سنة. كنت عضوا في المجلس من سنة 1990 إلى سنة 2002، أعطيت فيها الكثير وساهمت في إنجاز الكثير من مما تحقق في تلك الفترة على صعيد هذه المؤسسة، وأنا سعيد بأن أعود إليها اليوم وأن ألتقي بكل الإخوان المسؤولين الذين أتمنى لهم كل التوفيق، وأنا أبقى رهن إشارتهم كذلك للمساهمة معهم في المسيرة المستمرة. الكتاب يتناول مسار محامين بدأ حياته المهنية كسكرتير تحرير لجريدة التحرير التي كانت تنطق باسم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1961. هذه الجريدة قضيت 4 سنوات، وبعدها التحقت بمهنة المحاماة في سنة 1963 مباشرة، وما زلت أمارس هذه المهنة الآن حد الآن، ولكن تدرجت فيها على مستوى المسؤوليات من عضو مجلس الهيئة سنة 72 إلى نقيب للهيئة سنة 1980، إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالنيابة، إلى أمين عام مساعد لاتحاد المحامين العرب 3 سنوات كذلك، ثم عضو بالمجلس الدستوري 9 سنوات، وكذلك وبعد ثم العودة إلى الصحافة من خلال تولي مهام مسؤولية إدارة جريدة الاتحاد الاشتراكي، بعدما كلفني بذلك الأستاذ المرحوم عبد الرحمن اليوسي، بحيث توليت مسؤولية تسيير هذه الجريدة طيلة الفترة الانتقالية التي أعقبت استقالته. ثم عدت إلى المحاماة بعد ذلك، ثم القضاء الدستوري كما قلت لمدة سنوات. هذا المسار هو الذي أرصده في هذا الكتاب بتفاصيل وجزئيات، وبالتعرض إلى العديد من المحاكمات السياسية التي شاركت فيها مشاركة فعالة كمحامي كمدافع عن القادة السياسيين الاتحاديين، وكذلك من خلال المشاركة في كل الندوات والمناظرات والمبادرات التي كانت تقوم بها جمعيات هيئات المحامين بالمغرب في سبيل إصلاح القضاء، في سبيل إصلاح منظومة العدالة. وهي هو مسار استمر إلى السنوات الأخيرة، الآن إلى بداية العشرينيات التي نعيشها الآن. باختصار